أهلا بكم إلى برنامجكم تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، في هذا العدد نناقش أربعة موضوعات تطرق إليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، والبداية ستكون مع مأساة جسور المرور في مناطق مختلفة من العراق، منها جسور موجودة في الأنبار وأخرى في البصرة، ومعاناة المواطنين بسبب المصاعب التي يتعرضون إليها أثناء المرور من على هذه الجسور. بعد ذلك ننتقل إلى مناطق مختلفة في محافظة البصرة وكيف أنها مغمورة بالمياه وسط غياب الدور الحكومي عن هذه المشكلة القائمة. ثم نذهب إلى سكان منطقة أم النعاج في البصرة الذين تحدثوا عن معاناتهم بسبب انقطاع المياه عنهم حتى الآن. والختام سيكون مع أب يعاني إعاقة خاصة ويعرض أحد أبنائه للبيع بسبب فاقته الشديدة والإهمال الحكومي لهذه الشريحة من المواطنين. أهلا بكم من جديد. البداية مع جسر الجوانة في الأنبار الغارق منذ 3 أعوام ويربط 26 قرية بمركز المدينة. الآن إلى جسر النجيبية المتوقف منذ 7 سنوات والعامة يستخدمون القوارب للعبور منه إلى مناطق أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن طبعا في جسر النجيبية، منطقة جسر النجيبية. طبعا هذا الجسر اللي متوقف صار لأكثر من 7 سنوات، والسبب ما نعرف. المقاول أخذ الفلوس وراح، ما أدري المقاول بعده، والحكومة ضحكت علينا، والآن الناس تصعد وتركب بالبلم، تعبر من جهة النجيبية للقرمة، وبعض المخاطر تصير، الناس تطيح بنص شط العرب وتموت. والسبب شنو؟ هذا الجسر شوفوا ما كامل، ربع الجسر. وين فلوس الجسر؟ ما نعرف. منو باقي فلوس الجسر؟ ما نعرف. هذه رسالة لحكومة البصرة. احنا في عام 2018 جسر سويتوه على الربع، اخذت الكوميشن مالته واخذت الارباح مالته وخليتوه على ربع البناء، الارباح مالته وخليتوه على ربع البناء، وخلت العالم تصعد بهذه المنا. يعني انا بدي اسال بس المحافظين السابقين اللي كانوا بهذه البصره، دكتور خلف عبد الصمد، دكتور ماجد النصراوي، دكتور شتاغ، ما اعرف يا زمن هذا الجسر صار. وهي الرساله طبعا الى دكتور خلف، انتم معقوله يعني تقبلون نسائكم تصعد بالبلم؟ تقبلون نسائكم تغرق بنص شط العرب؟ وين وديت فلوس هذا الجسر؟ ليش ما كمل هذا الجسر؟ زين اذا ما عندكم تخطيط حقيقي وين راحت فلوسه؟ وإذا الحكومة المركزية يقول الحكومة المركزية، بس ما معقولة إحنا بال 2018 ونصعد ببلم، نعبر من ضفة لضفة بسبب فسادكم وسرقاتكم وأحزابكم، لأن أنتم ما قاعد تعبرون على هذا البلم، فما يهمكم، ما تعرفون الناس شلون عايشة، هاي مشاريعكم. من واحد يقول جيبوا شركة أجنبية، 100 واحد يطلع لي يقول الشركة العراقية رصينة، عدا بعض الشركات طبعا الموجودة. هاي المواطنين هيك يصعدون؟ شوفوهم صعدهم بالبلم. زين اذا صارت حوادث هسه، اذا صار حادث الله لا يسويها بنص الشط، من الان الى موضوع ثاني، حيث معاناه منطقه ياسين خريبط في البصره بسبب المياه الاسنه المحيطه بالمنازل والطرقات. مأساة لا زالت في منطقه ياسين خريبط. مناشده خاصه الى سياده المحافظ اسعد العيداني اللي كنا نتامل به بصراحه، باعتبار انسان مثقف، انسان واعي، انسان من اهل البصره، يخاف على اهل البصره. استاذ اسعد العيدان، شوف محافظه البصره، منطقه ياسين خريبط بالذات، شوف المياه الاسنه، المياه الجوفيه الجايفه بين البيوت، مياه خضراء بحيث طحالب وبعوض وديدان وامراض، وهذا الشارع يمرون من خلاله طلاب مدارس، اطفالنا، نسائنا. اتمنى اشوف مستوى المياه
ايش قد وصلت الى الشارع العام. يعني لا سمح الله اذا مطرت، لا سامح الله اذا مطرت راح يصير عندنا فيضان، هاي كل هاي المياه راح تصعد الى الشارع، ينقطع الشارع، يوقف عندنا التعليم، توقف عندنا الحركه. يا ريت تشوف الجهه الثانيه، هاي بين البيوت، هاي بين بيوتنا، يعني هذا بيتنا احنا، منطقه ياسري خريبط وهاي المياه. تقبلها السادة سعد العيداني؟ للاسف ماكو اي متابعه من جهة المحافظة لمنطقة ياسين خريبط، للأسف نشوف صور تنشر، للأسف هذه الصور مو حقيقية، أقصد مو حقيقية، تأخذ الصورة يأخذوها من زاوية واحدة ومكان واحد، خلي يدخلون في قلب منطقة ياسين خريبط، هاي منطقة ياسين خريبط، هاي السكن، هاي العوائل، هذا الشارع العام مال، هاي الطلاب جاي يحلون المدى. سيارات حوضية تابعة لبلدية البصرة تفرغ للأسف مياه المجاري قرب متوسطات المعقل في محافظة البصرة. الآن إلى حديث نشطاء قالوا وتحدثوا عن تفريغ مياه المجاري قرب متوسطة المعقل بالبصرة، ووصفوه بأنه ضار بصحة الطلاب والأهالي على حد سواء. هذا جامع عثمان وهي متوسطة المعقل. اي والله شوف هذا الانقاض على طول السياج، على طول سياج المدرسة. نذهب الان الى ما تعرف بدور الهندية في منطقة الجبيلة في البصرة ومعاناتهم المستمرة مع مياه المجاري الثقيلة. هاي البصرة منطقة الجبيلة دور الهندية طلع بيها نفط أسود، هذا نفط أسود جبيلة في البصرة دور الهندية شوارعها بيها نفط أسود، نفط أسود هذا وقبال مدرسة كلها جهال، هاي مجاري مال الدور الهندية الجبيلة، وين المسؤولين؟ يلا وين المسؤولين؟ إلى موضوع آخر أو معاناة أخرى، ننتقل وإياكم الآن إلى سكان منطقة أم النعاج في البصرة ويعانون هم أيضا انقطاع المياه عنهم حتى هذه الساعة. وضع شالك والله ماي ماط ماي ماط، يعني تعبانه كلش تعبانه خدمات ماكو، هاي الزباله ما صار قد الماي، الماي صار له شهر مقطوع نهائيا منطقه منعاد، صار له سنتين ثلاثه يجي متقطع، زين متقطع يجي يصب وينقطع يصب وينقطع، هسه شهر انقطع كلش نهائيا انقطع، لا ماي ولا خدمات ولا تبليغ ولا كل شيء به المنطقه هاي، هسه لا شيء المنطقه منكوبه، يعني صار لها سنتين ماكو ماي يصب بالليل ومالح، يعني اذا تسرع الماي تحصل ما تسرع ماكو، من صار الماي المالح قطعوا سدوا الماي المشروع البراضعيه، ابد الماي انقطع من منطقتنا، منطقه ام النعاج يا يجي مسؤول يقول لي ماكو فايده، الناشد العالم في الموصل. الان نذهب الى هناك حيث المياه تصل منطقه باب لقش في الموصل بعد سنه ونصف من انقطاع المياه عنها، وهي ذات المده التي بدأت بسيطرة الحكومة عليها بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة هناك بحسب ما كانت تتحدث الحكومة. بعد سنة ونصف تدخل مياه الإسالة مجددا إلى منازل أهالي منطقة لقش بالموصل. نتابع.
العراقيين. ومن منطقة باب لقش إلى معاناة أب عراقي له ظروف خاصة. هذا الأب وبسبب الفقر والإهمال الحكومي المستمر وهو يعاني إعاقة خاصة اضطر إلى عرض أحد أبنائه للبيع من خلال مقطع مصور، علّه يجد من خلال هذا المقطع من يرأف بحاله ويقف إلى جواره وجوار عياله. الله قل عوف، قل يا الله صلي على محمد، قل يا الله بس عوف عوف حج، قل يا الله عد هذا أرد أبيعه، صلي على محمد يا يشتري. لا إله أنا أبيع بس نقضوا من عدي. لا إله إلا الله بس نقضوا من عدي أريد أبيعه. لا إله بس نقضوا من عدي لين تعبت والله تعبت يا أمة الإسلام، وين الطويجي والله لبتين أربعة في البيت يا أمة الإسلام. لا إله إلا الله لبتين أربعة. لا إله إلا الله مو عقالي سهل حد سهل، أريد بس أعيش. لا إله إلا أريد بس أعيش، هذول التلال أخذوهم. لا إله عم أخذوهم، ما عندي إعلام أنا، أخذوهم. لا إله أخذوهم خرصوهم من عندي، ما عندي أعيشهم. أبهم ماتت وعافتهم علي، أنا أريد أموت وخذوهم مني صحة وعافية وخلصوني. أريد بس أعيش، أريد سبوبة عيشة، أريد سبوبة عيشة أعيشهم بيها كل شيء ما أريد. الله ومحمد وعلي، الخاطر الزهراء يا الله، الخاطر أبو عبد الله الحسين، الخاطر أبو عبد الله، اعتبروهم جهالكم، اعتبروهم جهالكم. فجوة ما خليت واحد ما نشته، ترى 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 أهل الدين كلهم رحتلهم، ما خليت واحد ما رحت له. عندي بس وليد من بلد روس اسمه علاوي الشمري، بس هو الواقف لخطيه. ونعم الله ومحمد وكتبه ورسله. وصلنا الآن مشاهدينا الأعزاء إلى فقرة آراءكم، وفيها استمرار معاناة المتقاعدين وكبار السن في دائرة تقاعد البصرة رغم المناشدات الكثيرة وكثرة الشكاوى، لكن ما من أحد مجيب أو جهة تتدخل من أجل أن تصلح عمل دائرة التقاعد. نتابع هذا الفيديو ومن ثم نذهب إلى ما يتبعه من تعليقات لشباب عراقي كتبوا معبرين عن آرائهم بسبب ما خلفته هذه القضية من مصاعب وسلبية. نتابع الفيديو ومن ثم نذهب إلى التعليقات في فيسبوك. هاي الساعة بالتسعة ونص، الشباش لحد الآن ما فتحوا، وهاي هنا أربع شبابيك، التفعيل ودار الهويات ومناك الجماعة لازمين سرى، يعني ماكو كرفان مليون ونص يجيبوني. إذن ازدحام وتكدس لرجال من كبار السن، وشاب يصور المقطع لعله يجد أذانا مصغية إلى شكوى هؤلاء العجزة الذين يجدون الكثير من المعاناة وهم يقومون بعمل بعض المعاملات المهمة واللازمة، وما من أذن مصغية للأسف. نذهب الآن وإياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات التي جاءت تعقيبا على هذا الفيديو. سلام يكتب: دائرة التقاعد من دوائر الفساد بالمحافظة التي يشهد لها القاصي والداني، أين المحافظ ومجلسه والنزاهة والمفتش العام والرقابة منها؟ سلام ذكر بعض الجهات الرسمية في العراق التي من شأنها أن تتولى هذه المهمة وأن تقوم بمعالجة الخلل القائم في دائرة تقاعد البصرة، ولكن ما من مجيب إلى تعليق آخر. في التعليق الثاني نقرأ ما كتبه أبو أحمد العربي، يقول: للأسف أربع سنوات ولم تحل مشكلة تقاعد البصرة، والمعاناة تزداد يوما بعد يوم وأمام أنظار حكومة البصرة، إلك الله يا عراقي. أبو أحمد يؤكد أن المسؤول العراقي خصوصا المسؤول البصري يعي جيدا المعاناة التي يتكبدها أهل البصرة، لا سيما كبار السن والعجز منهم، ولكن لا أحد يقوم بمبادرة من أجل علاج هذا الخلل. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أميرة الورد تكتب: اللي خدموا الوطن هيتش ينذلون، مع الأسف دولة دمرتها الأحزاب. أميرة تتحدث عن كبار السن وكيف ينبغي أن نكرمهم، وكيف أن الساسة الحاضرين في المشهد السياسي العراقي اليوم يكرمونهم بطريقتهم الخاصة، يكرمونهم بالإهمال، بالإهانة، بالإذلال، بالإمعان، بالإقلال من قيمتهم من خلال عدم حل هذه المشاكل وتركهم للأسف في مكان ضيق دون عمل حل يتناسب مع واقعهم الصحي ومع سنهم الكبير. إلى تعليق آخر.
في التعليق التالي الباشا العلياوي يكتب: ناس كبار بالسن وماكو حتى كراسي للجلوس، شكو موظف موجود ماكل لحم خنزير، يعني غيره ما عدهم، مديرهم مخلي لحيته شبر، ونعل ابو هيتش من لا تعبانه. هذا الرجل على ما يبدو أنه غاضب، وهذه الكلمات خارجة من قلب غاضب على حال جده، على حال والده المسن، على حال أمه أو خالته الكبيرة في السن التي لم تجد من المسؤولين في عراق ما بعد الاحتلال أي اهتمام أو تقدير لذوي الشيبة. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه عباس العلي. يقول عباس: عندما يقود الوضيع الأصيل تنقلب كل موازين الحياة، أو تنقلب كل موازين الحياة، وتسير الأمة نحو الزوال. اختصر واقع العراق سياسيا ومجتمعيا بهذا التعليق. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. غرد وكأنك في التسعينيات، هذا هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني، والبداية مع حسن علي العراقي. يقول حسن: أذكر في التسعينات عندما بلغ الحصار أشده على العراقيين، خبزت أمي لنا النخالة بعد نفاذ الطحين، وأنا على يقين لو لم يكن نخالة الطحين موجودة لخبزت أمي يديها لتطعمنا. غرد وكأنك في التسعينيات. حسن يستذكر مشهدا من أيام الحصار الذي تعرضت إليه العراق في السنوات التي سبقت الاحتلال الأمريكي. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبها أحمد. يقول أحمد: الملايين يموتون جوعا بالعراق نتيجة الحصار الجائر والظالم، بس هاي جت ببالي بالتسعينات، لك الله يا عراق. غرد وكأنك في التسعينيات. أحمد هو الآخر يحاول أن يقول بصيغة مختلفة: إن عراق اليوم لم يختلف كثيرا عن عراق الحصار، لكن الفارق أن من يحاصرون العراق اليوم هم من أبناء جلدته الذين يرزحون على صدر العراقي والعراقيين للأسف. إلى تغريدة ثالثة وكتبها محمد. يقول محمد: لو مولود في بداية التسعينات لكان ما بقيت حي احتمال، لأن هواي من اللي كانت ولادتهم بتلك الفترة ماتوا من الجوع والحصار اللي كان مفروض على العراق بتلك الفترة، وأيضا أكو ناس قريبين علي ماتوا وهم من جيل أوائل التسعينات. محمد يتحدث عن مأساة إنسانية حدثت في العراق، وهي موت الكثير من الناس من جيل التسعينيات جوعا في تلك الفترة، ويقول إن العراق دفع ثمن تخاذل الكثيرين وتشدق بعض الدول بالإنسانية، لكنها تعمدت غض البصر والطرف عنه عن سبق إصرار وسوء ترصد. إلى التغريدة الأخيرة. التغريدة الأخيرة كتبها عمر العبيدي. عمر العبيدي يقول: جيل التسعينات في العراق جيل مظلوم، كل المصايب وقعت على راسه من حصار وقصف. غرد وكأنك في التسعينات. إذن هي إسقاطة من شباب عراقي على تويتر يستذكرون من خلالها ما حدث في التسعينات من حصار للعراق ومن موت وضحايا وظلم تعرض إليه العراقيون، ويتحدثون أيضا عن أن الواقع الذي يعيشه العراق اليوم في ظل ساسة لا ينتمون للعراق بحسب قولهم، يعيشون ظروفا لا تختلف كثيرا عن حصار التسعينات. الآن نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. العراق وإيران وما تسمى حرب المياه. المقطع القادم يحمل لنا المزيد من التفاصيل.
إلى ديالى التي تعيش عذاب الفقر بشكل مستمر لا يتوقف. هذا كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.